الانتخابية من الميادين، مساء الخير وفي عناوينها لليوم. بعض الدول العربية المغتربون اللبنانيون في أوروبا وأمريكا يقترعون غدا في الانتخابات النيابية. بعد أربيل العبادي يزور كركوك مع بدء العد العكسي للانتخابات النيابية. وفي العنوان الأخير، عسكريو تونس وأمنيوها يقترعون غدا للمرة الأولى في الانتخابات البلدية. أهلا بكم من جديد إلى الانتخابية. من جديد مشاهدينا الكرام إلى الانتخابية لليوم، والتي نشهد فيها تطورا في التحركات والمواقف مع بدء العد العكسي لانطلاق الاستحقاق التشريعي في كل من لبنان والعراق والبلدي في تونس. ومن العاصمتين العراقية والتونسية تواكبنا مفدتا الميادين دينا زرقط ورانا أبي جمعة بآخر التطورات الانتخابية. بداية نبدأها من لبنان. إذن بعد اقتراع المغتربين في الدول العربية، تنطلق يوم غد عملية الاقتراع في الدول الأوروبية والأمريكية والأفريقية. الاقتراع كان قد أشرفت عليه وزارة الخارجية وواكبته بشكل مباشر. خلال تفقده اقتراع المغتربين في مقر الخارجية، تحدث الرئيس اللبناني ميشيل عون عن التقنية العالية التي تستخدم لمتابعة مجريات العملية في دول الاغتراب العربي. عون وصف التقنيات بالأرقى في العالم، مهنئا واضعيها في لبنان وفي الدول الأربعين، وهو عدد الدول التي سيقترع المغتربون اللبنانيون فيها. وتنضم إلينا من بيروت مراسلة الميادين سارة الحاف. مساء الخير سارة. يعني اليوم كل الصحف اللبنانية ضجت بخبر اقتراع المغتربين اللبنانيين في الدول العربية، ولكن كان هنالك موقفان، يعني البعض تحدث عن إنجاز ناقص، البعض الآخر قال أنه إنجاز يوصف ويوضع بالنسبة للخارجية اللبنانية وللدولة اللبنانية للمرة الأولى بهذه المفارقة. الأجواء لديك، تفضلي. نعم وفي، يعني قبل الخوض في المواقف أو في التعليقات عن هذه الانتخابات، لنشمل المشهد الانتخابي، حيث عاش اللبنانيون في الاغتراب تجربة جديدة أمس، تحديدا في 6 دول، في الكويت، في السعودية، في الإمارات، في قطر، في مصر، وأيضا في السعودية والكويت والإمارات، وأيضا في قطر. هؤلاء اللبنانيون الذين انتخبوا، كان عدد المسجلين انتخابيا 7,530 ناخبا. سقطت منك سهوا وسلطنة عمان. صحيح وفا، سنذكر بالتفاصيل النسب بكل الأحوال الآن في كل دولة عدد الناخبين، لكن بالإجمال كانت النسبة هي حوالي 66%. طبعا اختلفت من دولة إلى أخرى. عدد الناخبين الذين سجلوا أسماءهم كان تقريبا 12,600، لكن فقط الناخبون الذين انتخبوا كانوا كما قلنا بحدود 7,500. بالنسبة للمنتخبين تحديدا في سلطنة عمان، اقترع 221 من أصل 296 ناخبا، بلغت النسبة بحدود 74%، بينما في الإمارات بلغت نسبة المشاركة نحو 61%، في الكويت نحو 69%، في قطر بحدود 76%، أما في مصر بحدود 55%، وفي السعودية بحدود أيضا 60%. طبعا لا يبد من التذكير أن طالما أن هذه الأرقام ليست صادرة عن وزارة الداخلية بشكل رسمي، تبقى أرقاما تقريبية، وحتى اختلفت يعني من بعض المصادر في هذه الأرقام. بطبيعة الحال نحن نعلم أن الصناديق بقيت حتى هذه اللحظة في دول الاغتراب. لكن قبل الخوض أيضا في الحديث عن ربما البعض النقاط التي سجلت على خوض هذه التجربة، كانت تحولت وزارة الخارجية ومبنى وزارة الخارجية تحول إلى خلية نحل وإلى غرفة عمليات، واكبت عبر الشاشات كل عمليات الانتخابات، تحديدا من أكثر من 35 مركز اقتراع في هذه الدول تم مواكبته من وزارة الخارجية. وسجلت زيارات أيضا للرئيس اللبناني ميشيل عون، وتبعه أيضا وزير الداخلية نهاد المشنوق فور وصوله من مطار بيروت، يعني من مطار رفيق الحريري الدولي، توجه ليعقد وعقد يعني عقد أمس أيضا اجتماع
بين وزيري الخارجية والداخلية والرئيس عون. طبعا الاستعدادات مستمرة ليوم غد. غد طبعا الاستحقاق هو أكبر، هناك يعني خوض لكل من يعني خوض اللبنانيون في بلاد الاغتراب في أوروبا وأمريكا وأستراليا وأفريقيا، والدول طبعا هي أكثر يعني بنحو 39 دولة تقريبا ستخوض أيضا الانتخابات ليكون العدد الإجمالي بنحو 40 دولة. يعني طبعا هناك بعض الدول لم يسجل فيها مراكز اقتراع أو لم يفتح فيها أقلام للاقتراع إذا لم يسجل فيها أقل من 200 ناخب، لكن لابد أن يكون التحدي أكبر بقليل، فعدد الدول أكبر هذه المرة يوم الأحد تحديدا. وطبعا فارق التوقيت يلعب دورا، مثلا في أمريكا لن تكون يعني النتائج ظاهرة لدى لبنان قبل ظهر الاثنين، وهذا بالطبع سيصعب ربما المراقبة من بيروت. يعني إذا تنتظر يعني أيضا يوم الأحد غدا ينتظر اللبنانيون أو تحديدا وزارة الخارجية عملا إضافيا وعملا مضنيا لمراقبة هذه العملية التي ستجري في أكثر من 34 دولة أجنبية بعد أن جرت في 6 دول عربية. وكان كما قلت وفا هناك الكثير من المواقف التي سجلت، فالبعض يعني أراد تظهير هذه أو قال إن هذه العملية التي تجرى لأول مرة، يعني لأول مرة يحق للبناني المغترب المشاركة في الانتخابات، أظهر هذا النوع من المشاركة بأنه الإنجاز للبنان، فيما البعض الآخر اعتبر أن لا داعي لتضخيم هذه النقطة ولا داعي أيضا لتظهير دائما أن على هذا العهد الجديد ولإنجاز تحديدا لعون. وطبعا هذا كله مرده إلى الخلاف السياسي الحاصل. صحيح. فمعلوم من يقول أو يحاول تقليل إنجازات العهد وتقليل من هذا الإنجاز ربما الذي بغض النظر عن كل ما حصل لم تسجل أي إشكال أمني، لم تسجل خروقات بمعنى يعني لم نسمع الصوت عاليا، بطبيعة الحال هناك بعض ربما المخالفات البسيطة التي سجلتها تقنية. بعض يعني بعض المراقبين، وكل هذا نعرفه وفى جيدا. صح. لأنه بطبيعة الحال نحن نتحدث عن دول لها خلافات معينة مع بعض الأحزاب السياسية، فطبيعة الحال أن يكون عدد المندوبين مختلف من دولة إلى أخرى ويسجل بعض الخروقات ربما، لكن بطبيعة يعني في المشهد الأساسي كانت العملية جيدة وجرت في شكل ديمقراطي. سارة سوف أعود إليك بناحية يعني هذا الاختلاف بالرأي حول هذا الإنجاز أم أنها عملية طبيعية باقتراع مغتربين، ولكنه لابد من القول أنه منذ عهد الاستقلال حتى الآن لم يتم هذا الاقتراع للمغتربين خارج لبنان، كان هنالك إشكاليات حول يعني أين ستكون هذه الصناديق، البعض تحدث عن حراسة من قبل القناصل أو السفراء المتواجدين في هذه البلدان، كيف تم نقلها عبر الدي اتش ال، لماذا لم تفرز هناك؟ سوف أعود إليك الحديث عن هذه النقطة، ولكن الآن سنتابع بالخبر التالي أيضا مواصلة للحملات واللقاءات الانتخابية ومع قرب أيضا الاستحقاق الانتخابي، تحديدا رئيس الحكومة سعد الحريري جال بمنطقتي القلمون وطرابلس حيث جدد وعوده الإنمائية بالمنطقتين. هؤلاء الناس اللي وقفوا معي وكملوا معي، في ناس تركونا الحمد لله تركونا، طول الوقت كنا عم نجامل، هلا خلاص ما ضروري نجامل، هلا رايحين الانتخابات ضد بعض معلش، ولكن الوفا حلو، نحن عنكون صادقين مع المدينة وحنشتغل ليل نهار عشانها، وبست أيام إن شاء الله هالمدينة حتنزل وتقترع، وإن شاء الله إذا اقترعت لصالحنا لصالح لائحة مستقبل لطرابلس والضنية المنية، حتكون هالمدينة بإذن الله من المدن اللي حتتغير بالبلد، لأنه فعلا نحن عندنا مشاريع كبيرة لهالمدينة. سارة سأعود إليك من جديد يعني حول نقطة هذه الخلافية، يعني ينقل عن أحد الدبلوماسيين حينما يقول أنه تعلمنا كثيرا من هذه التجربة، من الطبيعي أن يكون هنالك بعض الأخطاء فنحن نجرب شيئا للمرة الأولى، هل يمكن أن تستفيد يعني ما جرى بالأمس بوزارة الخارجية الاستفادة من هذه الخروقات أو بعض النقاط السلبية كتقنية كما قلنا عدم تسجيل أسماء هنا أو بعاصمة أخرى بيوم الغد، يعني استفادة من هذه التجربة خصوصا وأنها للمرة الأولى؟
نعم، وفا لابد من الإشارة أن هذه الأخطاء تحصل حتى داخل البلد، يعني حتى في يوم السادس من أيار نتوقع أن تظهر بعض الأخطاء، بعض الخروقات، بعض الأخطاء هي فعليا على الناخب اللبناني لا يتأكد ربما من تسجيل اسمه في هذه اللوائح، أو ربما يهمل هذا الموضوع ليذهب متأخرا إلى صناديق الاقتراع فلا يجد اسمه، هذه من ناحية. وبعض الآخر يعني حتى يعني لاحظنا بعض الأشياء المضحكة أمس، حيث أن يعني أحد الأشخاص جرب تصوير اللائحة التي يصوت لها قبل إنزالها في صندوق الاقتراع، فتم بطبيعة الحال إلغاء هذا الصوت. لكن ربما المشكل الأساسي أو المشكلة الأساسية كانت في بعض صناديق أو في بعض مراكز الاقتراع هي غياب بعض المندوبين عن هذه، أو يعني اختلاف في عدد المندوبين، حيث سجل مثلا تواجد لمندوبين من التيار المستقبل والقوات اللبنانية وغيرهما في بعض الدول أكثر من دول أخرى، وهذا أيضا جدا طبيعي لأنه نحن نعلم مثلا حساسية العلاقة بين بعض الأحزاب اللبنانية وبعض الدول الخليجية تحديدا. حتى هناك مشكلة أيضا لابد من القول يعني ونتحدث هذا الموضوع بصراحة، بعض اللبنانيين يخشون ربما من إدلاء رأيهم بصراحة والتوجه إلى صناديق الاقتراع في دول الاقتراب، خوفا ربما يعني لتحاشي حساسية بينهم وبين البلد الذي يعيشون فيه، لأننا نعلم نحن دائما في أزمات في هذه المنطقة، ودائما يعني في لبنان مقسومين في حول يعني بعض الآراء السياسية بين هذه الأحزاب وبين تلك الدول. الخارجية أكدت أنها ستواكب هذه العملية في شكل جيد وستحاول كما قلتم يعني الاستفادة من هذه الأخطاء، لكن دعيني فقط أشير بشكل سريع أن المهرجانات الانتخابية وفا مستمرة. اليوم سيكون هناك مهرجانا انتخابيا في سور لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ويعني ما يميز ربما هذا اليوم أيضا أنه في نفس الوقت يتزامن مع زيارة لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ووزير الخارجية من منطقة مغدوشي أول، يعني أي في نفس المنطقة يعني في قضاء سور والزهراني، ليتبعه لقاء آخر أو مهرجان آخر في منطقة جزين صيدا. سنتابع هذا الحدث طبعا خلال النهار لأن هذا أكبر دليل عن هذا الاحتدام، يعني تتوقف الاحتدام السياسي والانتخابي بين الخلاف بين الأفرقاء 100% وفا. صحيح صحيح، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات التي وفيتنا بها. مراسلة الميادين سارة الحف كنت معنا من العاصمة بيروت، وينضم إلينا أيضا الآن من بيروت الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم بيرم. مساء الخير أستاذ إبراهيم، إن كيف يمكن أن ننظر إلى هذه الخطوة بداية، مع أنه البعض قال أنها أرقام شكلية لا يمكن أن تؤثر أصوات المغتربين اللبنانيين بمجريات النتائج، مع أنه بعض المناطق لديها حساسية يمكن أن يفرق الحاصل على 1000 أو 2000 صوت؟ يعني بالتأكيد القضية شبه كثير من الغموض. البعض يرى بأنه يعني نسبة المشاركة كانت دون المستوى أو دون المأمول، أما إذا كان الهدف من الأساس يعني إحياء تجربة جديدة في العالم الانتخابات اللبنانية، يعني أن ينتخب المقترع أو المغترب اللبناني في الخارج، فهذا نجح يعني إلى حد بعيد. يعني يمكن للوزير جبران باسيل أن يقول بأنه حقق يعني شيئا ما يعلم به في قابل الأيام، تجربة طبعا يكتنفها الكثير من الأخطاء، الكثير من الشوائب، لكن بشكل عام تجربة جديدة يعني عززت مسألة المشاركة، مشاركة الإنسان المغترب الذي لم يكن يهتم بما يحصل في بلاده لأسباب عدة، الآن لا، يجد نفسه معنيا مباشرة بهذه المسألة، معنيا مباشرة بالصراع السياسي القائم في البلد، معنيا مباشرة بالمنافسة السياسية الحادة التي نشهدها منذ فترة، وبالتالي فلتكتمل العملية السياسية من خلال مشاركة اللبنانيين المقيمين واللبنانيين المنتشرين، وفق التعبير اللي بيحبوه اللبناني مش المغترب، المنتشر بشكل عام. العملية حتى الآن يعني موضع ترحيب من كل القوى السياسية بلا استثناء، سواء التي تجد نفسها مغبونة من خلال هذه العملية، لأنه في يعني قوى سياسية صحيح. كما أشارت يعني زميلتي لم يكن لديهم مندوبين، يعني مثلا كحزب الله وحركة أمل بالدول الخليجية ليس لديهم على مشاركة الناخبين، خصوصا في السعودية والخليج التي نعرف بأنها لا ترضى بالرأي الآخر ولا تريد يعني أن ترى. هل إلى أي مدى ذلك أثر على تصويت يعني هذا المغترب أو المنتشرين اللبنانيين خصوصا ببلاد مثل البلاد الخليجية على الاقتراع للائحة أو تلك، يعني إذا كانت مدعومة من قبل المقاومة أو لا؟ يعني بالتأكيد ستؤثر، يعني نحن نعرف بأنه في لبنانيين مؤيدين للوائح المقاومة بالتأكيد، لكنهم يتجنبون المشاركة لسبب أو لآخر، حساسيات. أنت مش عم تعاوني مع دول يعني متعودة كما قلنا على الديمقراطية، متعودة على الآخر، على الرأي الآخر، حتى الرأي الخصم، خصوصا أنه هاي الدول نفسها
ما فيها يعني تجربة ديمقراطية. يعني وين التجربة الديمقراطية بالسعودية أو بالإمارات أو بقطر أو بسواها؟ هذه الدول هذه تنظر بعين اللا رضا إلى يعني مسألة الانتخابات بشكل عام والعملية الديمقراطية. مع ذلك يعني فنحن بالنسبة لنا المهم أن هناك تجربة جديدة تكمل التجربة الديمقراطية. يعني كانت صحيح. التجربة يعني هي خطوة أولى. نعم. خطوة أولى يمكن أن تمهد بالانتخابات المقبلة وبقانون انتخابي قد يكون أيضا جديد لتمتين هذه الخطوة التي اتخذت. ولكن فيما يتعلق بالحملات الانتخابية، يعني بالأمس كان هنالك موقف لرئيس الحكومة، جولات مستمرة من قبل الرئيس سعد الحريري، اليوم أيضا هنالك خطاب انتخابي للرئيس بري، أيضا من المتوقع للسيد حسن نصر الله يوم الثلاثاء المقبل. هل يعني ما المتوقع اليوم أن يقولها بداية الرئيس بري، خصوصا يعني هنالك الكثير من اللغط عن تأثير هذه الخطابات الانتخابية الآن وشد عصب القواعد الجماهيرية لتجيير المزيد من الأصوات وأهمية كثافة الاقتراع بالنسبة لهم؟ يعني دعينا نقول بالأول أنه هذا جزء من الفلكلور الانتخابي. قبل 10 أيام من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، يعني الموعد المحدد، لابد أن تستعر إذا صح التعبير يعني هذا الخطاب أو هذا الشد العصب كما وصفته، يعني أو هذا الشحن والحشد والتعبئة، خصوصا أنه عم نخوض انتخابات نحن على أساس قانون انتخاب جديد يعني لم يعرف لم يجرب في السابق، وهناك خوف عند بعض القوى وهناك يعني مناطق معتمة عند بعض القوى الأخرى. بالتالي هذا الأمر طبيعي حتى الآن. على كل يعني الرئيس بري بالتأكيد لغته كانت أكثر هدوءا من لغة الأطراف الأخرى. يعني الرئيس بري كان دائما يقول أنه هي عملية ديمقراطية يعني ستنتهي غدا، 7 6 أيار 7 أيار يوم آخر، ما في داعي لهالشحن ولهالصوت العالي. بشكل عام حتى الآن رغم كل اللي صار الجو مقبول، يعني ما صار فيه إشكالات كثيرة، لم تسجل إلا إشكالات صغيرة في بيروت وفي مناطق محددة. بالتالي يعني لا الجو مقبول إلى حد ما، رغم أنه مثل ما قلت لك في منافسة. أستاذ إبراهيم، ولكن فيما يتعلق بجولة رئيس الحكومة سعد الحريري عكار طرابلس الضنية، حتى يعني اليوم نقرأ أنه هذه الجولة فاجأ يمكن الرئيس الحريري نفسه فيها إلى مدى يعني كثافة القدرة التشجيرية، هنالك التعاطف، هل هذا سوف يؤثر على يعني الأصوات بطرابلس أيضا والضنية يعني وعكار بالنسبة لتيار المستقبل وهي حاضنة له؟ الرئيس سعد الحريري تحديدا المستقبل عنده أزمة أكثر من سواه من القوى الأخرى. يعني كل القوى تعد نفسها بأن إما نتحافظ على النسبة اللي كانت إلها بالمجلس النيابي السابق اللي انتهى أو قاب قوسين أو الانتهاء، أو على الأقل بتزيد حصتها. يعني إلا تيار المستقبل وعد نفسه من زمان وقواعده تعرف بأنه لا بده يتراجع حصته لسبب أو لآخر. لذلك نرى هذا الشد والأد إذا صح التعبير يعني وفق اللغة اللبنانية، وهذا الكثيف بالجولات. وبتعرف عنده تحدي كبير قدام قواعده نفسها اللي صاب انشقاق وصاب وهن وصاب غيره، وقدام خصومه يعني اللي وعدوه بأنه رح يحصلوا هالمرة هن على أكثرية مريحة تعادل 70 خاصة بالشمال. يعني عم نحكي عن الرئيس ميقاتي وأيضا وجود الرئيس كرامي، عندك الوريفي صح اللواء ريفي، في منافسين حقيقيين هذه المرة. يعني في عنده مشكلة هي بالتقريش السياسي أنه خايف تتكون كتلة سنية من 10 أو 12 نائب من خارج غطاء تيار المستقبل. هذا بطبيعة الحال إذا صحت التوقعات اللي سارية حوله هذه مشكلة بالنسبة له. يعني هل هذه الجولات الانتخابية سوف تغطي على المال الانتخابي الذي كان يصرف بالسنوات أو بالانتخابات الماضية ك 2009 و2005، أم هنالك أيضا مال سياسي يصرف بدوائر أكثر من غيره؟ يعني في صورة مغلوطة أنه بالأول السعودية مش رح تدفع أو الدول المعينة مش رح تدفع. لا هالمرة نحن بنعرف على الأرض يعني أنه لا القصص فيه مصاري بحمد الله، يعني بلش تنصرف وتنفتح خزائن لهذه. وبحياتها يعني اللعبة السياسية الديمقراطية أو الانتخابات في لبنان ما كان فيها مال سياسي. يعني هذا للأسف. الأمر بيبقى شعارات أكثر مما هو حقيقة، لأنه حقيقة أي معركة تحتاج إلى يعني مال سياسي فعلا لتقدر تخوضي انتخابات بلبنان. هي يعني هذه الجولات والحملات لا تغطي على المال مسيرة على سبيل المثال وغدا بعشاء وإلى آخره. يعني هذه الجولات والحملات لا تغطي على المال الانتخابي والسياسي أستاذ إبراهيم. على كل الأحوال نشكرك. لا خلينا نشوف، لأنه في تجربة جديدة بالانتخابات يعني بالقانون نفسه.
فخلينا نشوف شو كيف بدها تندار اللعبة. يعني الأيام الباقية هي الكفيلة، بتنا بالأسبوع الأخير قبل السادس من أيار، وستكشف كل الأوراق بطبيعة الحال وصولا إلى يوم السادس من أيار، وخصوصا يحكى عن يعني الليل الذي يسبق السادس، يعني ليل السبت والأحد يمكن يكون له كلمة الفصل الأكبر كذلك. شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم بيرم الكاتب والصحفي اللبناني. الآن نهاية نافذة الانتخابية اللبنانية مع فقرة ولاد البلد والصناعة الجزينية. يا ولاد البلد تفضل هيك تفضل بونجور مو بونجور تفضلوا فوتوا اهلا وسهلا. بقينا نجيب العظم، عظم الجمل والخروف وكذا، نصبغه 48 ساعة على النار ونحط له تلوينة حمراء ليطلع عرفهم بعدين نقصقصه. نزلت صغير كتير على هذه المصلحة، كان عمري 8 سنين، كان المتار أطول مني، أنا وقف من تحت أكل لمع الأبر. جدودنا كانوا يعملوها يصبوها صب مثل النحاس، يلمعوها ويرجعوا يقددوها ويعلوا يدقدوا وكتافهم يوجعون قد ما يدقدوا ويحموا ويضربوا ليعملوا الخنجر ويعملوا سكين المطبخ. شيء بموت بقى أشغال شقة. عندنا كان شيء 17-18 شغال غير اللي كانوا أساتذة، مثلا يخلصوا شغلهم يخلصوا كذا يجوا يشتغلوا بعد الظهر بعد شغله. كان عندنا أشغال، كان نبعث طلبات لبرا وكذا. يكون مثلا حاطين 10 سكاكين مثل هودي، يجي الامريكاني ياخذهم يشن كلهم سوا. هذا الشغل المضبوط. هلا بعرف شو شيء كانت قبل كان فيها مصاري، وكيف بده يشوفني السايح وانا بعيد مثلا 80 كيلومتر عن بيروت، بده طالع على جزين وكذا وهي بصير بده يربح لجميلي هون حتى. انا بقدر استاجر فيه، عم بيقولوا بمحلات ببيروت ب 10-15 ألف دولار بالشهر. ما بنستنى، لازم تساعدنا الدولة من فخامة الرئيس وبالنازل. شو إجا واحد من برا شو بده يهدو تأمة جينز مثلا قميص؟ هاي الصناعة السكاكين الجزنية هاي أول شيء. نتابع معكم مشاهدينا الكرام الانتخابية مباشرة من العاصمة العراقية مع مفادتنا دينا زرقط، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا ونرحب بكم من العاصمة العراقية بغداد، حيث نواكب وإياكم آخر التطورات على صعيد الاستحقاق الانتخابي التشريعي والذي يستعد له العراق في 12 من الشهر المقبل. إذن كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أن التصويت في الخارج سيكون مشروطا وليس إلكترونيا بسبب عدم حصول الناخبين على بطاقات إلكترونية. عضو مجلس المفوضين حازم الرديني قال أن المفوضية أصدرت قرارا بإجراء الانتخابات في 20 دولة عبر 90 مركز يومي 10 و11 من الشهر المقبل. وأشار الرديني إلى مواصلة المفوضية عمليات تدريب موظفي الاقتراع في عموم العراق وإجراء اختبار حول العد والفرز الإلكترونيين. يزور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كركوك، وكركوك هي محطة العبادي الثالثة بعد إربيل والسليمانية، حيث التقى شخصيات ومسؤولين في زيارة هي الأولى بعد محاولة الاستفتاء في العراق. أكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم أن القرار الوطني لابد أن يكون صناعة عراقية مبنية على أساس مصلحة العراق أولا. وخلال لقائه جمعا من شيوخ وجهاء عشائر طي في منطقة الدورة ببغداد، دعا الحكيم المواطنين إلى التمييز بين البرامج الانتخابية التي بنيت على أساس التخطيط والأرقام والدراسات والاستشهاد بتجارب الآخرين، وبين البرامج التي كتبت على عجل للاستهلاك الإعلامي واجترار الأزمات.
رفضت قيادة حزب بيارق الخير ما وصفته بتحامل ظافر العاني الناطق باسم تحالف القرار العراقي على وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، واعتبرت تصريحاته خارجة عن الأدبيات السياسية. بيان لقيادة بيارق الخير قال إن استطلاعات الرأي للناخبين أظهرت اكتساح قائمة البيارق برعاية العبيدي للعاصمة وخمس محافظات قد أفقد الظافر العاني ومن معه توازنهم. واتهم الحزب العاني بالارتباط بأجندات خارجية تعمل ضد مصلحة العراق وسيادته الوطنية. قال مرشح عن تحالف إرادة المرشح عن تحالف إرادة فوز الأسدي إن الحكومة العراقية فشلت في تحقيق أي إنجاز للعراق. وأضاف في حديث لبرنامج الانتخابي العراق أن المرجعية الدينية كان لها الدور الأساسي في تحرير العراق من الإرهاب. فضل للمرجعية الرشيدة سماحة السيد علي السيستاني من أطى فتوى الجهاد الكفائي. أنا خلي أحكي لك موقف صار بيه. أنا كان دوامي بالثرثار، بقاطع الثرثار ضمن فرقة العاشرة. والله أكو رجال كبير بالسن عمره ما يقارب فوق 70 سنة، كان يقعد بالبرد، الدنيا باردة، أجي أقول له عمي تعال أقعد يمي، تعال أقعد يمي بالخيمة، يقول لي لا أنا أشجع منك. تدري هذا شنو اللي مسوي؟ هذا بايع البلازما مالته مال بيت الشاشة ومشتري بندقية حتى يجي قاتل بها. قلت له أنت شنو اللي جابك عمو؟ قال السيد ما دام قال السيد أنا أطلع، ما أبقى قاعد ببيتي. عمره أكثر من 70 سنة. فالفضل الأول والأخير سماحة السيد الله يحفظه، وسماحة السيد مقتدى الله يحفظه، سرايا السلام هم لهم دور كلش كبير، يعني إحنا زين، والشهداء اللي أطوا دماءهم. وللمزيد ينضم إلينا هنا في الاستوديو زميل محمد الفهد. محمد أهلا بك. نسأل بداية عن استعدادات المفوضية لعملية التصويت في الخارج والتصويت الخاص أيضا. أهلا دينا. فيما يخص تصويت الخارج لدى المفوضية، إجراءات بدأت بها منذ أيام. هي أعلنت في السابق أن لديها 136 مركزا انتخابيا في 20 دولة، وكذلك أكثر من 600 محطة انتخابية سيتم من خلالها تصويت عراقي الخارج. في البدء كانت المفوضية قد اتخذت إجراءات لتوزيع البطاقات الإلكترونية على عراقي الخارج، بعد ذلك وصفت هذه الإجراءات المعقد أو التصويت الإلكتروني بأنه معقد، لذلك اتخذت قرارا بعد ذلك من أجل أن يكون التصويت يدوي كالسابق فيما يخص التصويت والعد والفرز، لإتاحة الفرصة للعراقيين في الخارج، اعتبار أن ربما بعضهم يسكن في مناطق بعيدة عن مراكز الاقتراع، وبالتالي أيضا سيكون التصويت بيومين. هنالك بحسب البيانات أكثر من 1.5 مليون عراقي في الخارج، وهم أيضا كفل الدستور أصواتهم وحقهم في التصويت واختيار من يمثلهم، وبالتالي تقول المفوضية أنها ستتبع خطوات أكثر يعني إحكاما لعدم ضياع هذه الأصوات، وكذلك الحفاظ على نزاهة الانتخابات. هذا التصويت اليدوي هو تصويت مشروط دينا، أن يقوم العراقي في الخارج بإحضار أحدى المستمسكات الثبوتية العراقية أثناء التصويت، وكذلك هنالك طريقة أخرى عدم تكرار صوت المهاجر العراقي إلى الخارج أثناء التصويت، وذلك من خلال الأحبار المستخدمة التي يقوم الناخب بتأشير عليها حتى لا يتكرر صوته أو لا يتم تكرار انتخابه في تلك المراكز. طيب عن التصويت الخاص أيضا؟ نعم، التصويت الخاص هو خاص بالمؤسسة العسكرية العراقية، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع وباقي التشكيلات، وهي أيضا تسبق الانتخابات العامة بيوم واحد. هؤلاء قامت المفوضية بتوزيع بطاقات خاصة، هي مختلفة طبعا عن التصويت العام أو بطاقة الناخب العادي، وهؤلاء أيضا ستخصص لهم مراكز انتخابية في المناطق التي يديرون فيها دفة الأمن في المحافظات العراقية كافة، بالإضافة إلى أنهم لديهم تسهيلات لاعتبار أن الأمن أو رجل الأمن عندما يكون في منطقة معينة وينتمي إلى محافظة أخرى، فهذا لا يعني أنه يترك واجبه ويذهب إلى المحافظة من أجل أن يختار، لكن ضمن ترتيبات وإجراءات المفوضية أنه يقوم بالتصويت في أقرب محطة أو مركز انتخابي قريبة من عمله، ومن ثم يتم نقل أصواته تبعا لانتمائه للمحافظة أو بطاقة سكنه، وبالتالي توزع أصواته إلى أصوات المحافظة ومن يختار داخل هذه المحافظة. والمفوضية تقول أنها أكملت كل إجراءات توزيع البطاقات الخاصة على العسكريين العراقيين. طيب اليوم برزت أيضا زيارة لرئيس الوزراء حيدر العبادي إلى كركوك، هي المحطة الثالثة بعد أربيل والسليمانية، كيف تتفاعل هذه الزيارات، موضوع هذه الزيارات لرئيس العبادي؟
نعم، من عدة اتجاهات ينظر إلى هذه الزيارة بأنها زيارة طبيعية لاعتبار أنه رئيس الوزراء، رئيس وزراء العراق، القائد العام للقوات المسلحة، له الحق بزيارة أي مكان من العراق. وأيضا البعض ينظر إليها بأنها متزامنة مع هذه الانتخابات، وأيضا ترسل رسالة اطمئنان حتى وإن كانت في محافظات ربما لا يتمتع بجمهور كبير أو جمهور انتخابي داخل هذه المحافظات، لكنها ترسل رسالة اطمئنان لتعزيز الثقة بين الأطراف السياسيين، ولا سيما في ظل وجود أزمة بين بغداد وإقليم كردستان، وبالتالي ربما هي قلصت كثيرا من مساحة الأزمة بين الطرفين، وربما أيضا تزيد من ثقة الجمهور فيما بينه وثقة الأفرقاء فيما بينهم. وأيضا الزيارة إلى كركوك هي زيارة مهمة لاعتبار أن كركوك هي قد فرض فيها الأمن من قبل السلطة الاتحادية قبل أشهر، وبالتالي المحافظة أيضا هنالك من يدعو أن تكون التجربة الانتخابية فيها ناجحة لاعتبار أنها ربما التجربة الأولى بعد أن سيطرت السلطة الاتحادية عليها، التجربة التي يتم فيها الانتخابات تحت إشراف السلطة الاتحادية مباشرة. وأيضا دعوات لأن يتم حفظ أمن محافظة كركوك لأنها خليط مجتمعي كبير، وبالتالي يجب الحفاظ على أصواتهم وعلى المرشحين، هكذا يقول المراقبون، عبر تعزيز الأمن، عبر أيضا حماية مراكز الاقتراع والحفاظ على نزاهة الانتخابات فيها. طيب على صعيد الحماوة الانتخابية اليوم يعني تبرز أو تتفاعل، يتفاعل خلاف إذا صح التعبير بين بيارق الخير وتحالف القرار العراقي، حجم يعني هذا الخلاف كيف من الممكن أو أن ينسحب على ماذا؟ نعم، كانت الكثير من التحذيرات قبل انطلاق التنافس الانتخابي بتجنب التصعيد الخطابي فيما بين الأفرقاء، وحتى يعني هذا التحذير حمله ميثاق الشرف الانتخابي الذي وقعه الأفرقاء والكتل السياسية، وأيضا تحذير من الرموز السياسية الفاعلة بتجنب التصعيد. ربما هذا الخطاب بالتصريحات أو التراشق بالتصريحات بين بيارق الخير وأحد أعضاء القرار العراقي ربما هو الأول من نوعه بهذه الحدة حتى اللحظة، لكن هو لا يختلف عن تصريحات وكذلك سخونة أجواء انتخابية عن السابق، لذلك هو ليس بغريب بحسب المراقبين، لأن في السابق كانت يعني شدة التصريحات والتنافس الأكثر تصعيدا يعني من هذه التصريحات، وبالتالي يندرج هو ضمن ربما التنافس الانتخابي وليس أكثر، وأيضا ربما لا يصل إلى مرحلة كسر العظم بين الائتلافين لاعتبار أنهما يمثلان مكون معين من المجتمع العراقي، وبالتالي وإن تصاعد التصريحات قد يلتقيان مرة أخرى بعد الانتخابات، لكنها تندرج ضمن كسب الشارع، كسب الناخب، وكذلك التنافس ما بين هذه الأطراف. والتحذيرات ما تزال قائمة بأن لا تصل هذه التصريحات وحدتها إلى كسر العظم بين الأطراف السياسيين أو التسقيط المباشر، وهو الذي تترتب عليه عقوبات من قبل المفوضية وحتى من قبل قضاء العراق. طيب من هنا نسأل محمد، يعني يجري تداول حول معلومات عن اتصالات يقوم بها قادة بعض التحالفات مع قادة تحالفات أخرى بغيه ترتيب الوضع ما بعد الانتخابات، مزيد من المعلومات وإضافات حول هذا الموضوع؟ يعني ما تزال الآن قنوات الاتصال تعمل باستمرار بين مختلف الكتل السياسية وحتى بين خصوم الأمس في السياسة العراقية، الآن هنالك اتصالات لاعتبار أن كل طرف عراقي اليوم هو بحاجة إلى الطرف الآخر بما فرضته ربما متغيرات المرحلة الحالية وبما فرضه القانون الانتخابي وكذلك التشظي والانشقاق وخروج الكثير من الأحزاب والتيارات من بيوت المكونات الرئيسة في العراق، بالتالي الجميع شعر اليوم بحاجته إلى الآخر من أجل تكوين تحالف، لذلك من الآن بدأت بعض الكتل تغازل بعضها سياسيا، بعض الكتل بدأت من الآن تتصل مع الأطراف الأخرى على الأقل لضمان ربما خطوة أولى من التحالف ما بعد الانتخابات، لأن بعد الانتخابات الكتلة الكبيرة أو كذلك العناوين التي ترفعها بعض الكتل السياسية، أغلبية وطنية، أغلبية سياسية، مشاركة بين الجميع، توافق كذا، هذه العناوين لا تتحقق إلا من خلال تحالفات حقيقية، وهذه التحالفات ربما هي بدأت من الآن، لأن الكتل تدرك أنها أن الوقت ربما سيكون غير كافي ما بعد الانتخابات من أجل التواصل والمشاورة وتقريب وجهات النظر، لذلك منطقيا من الآن بدأت بعض الترتيبات بين الكتل السياسية للاتفاق وأن تكون التحالفات سريعة ما بعد الانتخابات، وهي تحالفات منطقية على الساحة العراقية لجهة أن الكتلة الأكبر تحتاج إلى مزيد من الكتل كي تشكل الحكومة، وأيضا تكوين جبهات وتحالفات
تحالفات تتشابه في المشاريع السياسية والبرامج، يحتاج من الآن وضع خطوات أولى لاختصار الطريق. سؤال أخير محمد، برزت دعوات للتحشيد في إقليم كردستان، عن هذه الدعوات وأيضا دعوات لتغيير يعني بالشكل السياسي إذا صح التعبير، نمط السياسي، نتحدث أكثر عن هذه الدعوات. ربما هذا دينا مرتبط أيضا بدعوات تجنب التصعيد أو الاستهداف المباشر بين الكتل السياسية، لذلك وضع الناخب اليوم في المشهد، يعني في صدارة مشهد التنافس. اليوم عندما يريد أحد الأطراف السياسيين أن يقول بأنني جئت اليوم للتغيير، ربما لتصحيح مسار الأحزاب التقليدية المسيطرة على المشهد السياسي، فهو لا يستهدف هذه الأحزاب والكتل بشكل مباشر ويقول أنتم ربما أخفقتم وأخطأتم في النقطة ألف والنقطة باء، لذلك يقوم بتوجيه الشارع وناخبيه عليكم بالتغيير من خلال عدم اختيار الشخصيات التقليدية التي لم تنجح، وهذا ربما هو تنافس أيضا هذا بطريقة جديدة على الساحة وسائد أيضا وخصوصا في إقليم كردستان من خلال قيادة بعض الأحزاب والتيارات الفتية التي شكلت نوع من المعارضة للحزبين التقليديين، قامت بهذه الطريقة وهي دعوة الناخب إلى عدم اختيار ربما السياسيين التقليديين أو الأحزاب التقليدية التي توصفها هذه الكتل بأنها أخفقت وتسببت بهذه المشاكل وكذلك الأخطاء السياسية، فعليكم أيها الناخبون أن لا تختاروا هذه الشخصيات، وهو أيضا يندرج ضمن التنافس الانتخابي لكن بشكل غير مباشر. إذن محمد الفهد، زميل محمد الفهد مراسلنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. في أكثر من اتجاه تتحرك الأمم المتحدة في العراق لمتابعة أجواء الانتخابات وتثبيت دورها في مراقبة هذا الاستحقاق الانتخابي. محمد الفهد. من الإشراف على ميثاق الشرف الانتخابي إلى التحرك العملي، نشطت الأمم المتحدة دورها في العراق عبر ممثلها في بغداد يان كوبيش الذي بدأ بزيارات متعددة الاتجاهات التقى خلالها رموزا سياسية ودينية وعشائرية، أعقبها بعدد من المواقف والملاحظات تمحورت حول انتقاد التسقيط السياسي واستهداف المرشحين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما دعا القيادات السياسية إلى حث جمهور على احترام التنافس الانتخابي. من وظيفة الأمم المتحدة هو الإشراف على العملية السياسية في العراق، العملية السياسية الديمقراطية، وكذلك الإشراف على العملية الانتخابية التي هي من ضمن وظائف الأمم المتحدة، يدعم العراق من أجل أن يقيم عملية انتخابية ناجحة وكذلك تشكيل حكومة وعملية سياسية ناجحة في العراق. تواصل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مع جميع الرموز السياسية والدينية والاجتماعية الهدف منه وفق المعنيين حث العراقيين على إنجاح تجربتهم الانتخابية لكونها تمثل تحولا مفصليا في تاريخ العراق السياسي بعد عام 2003. وهناك مساعي أممية للحفاظ على هذا المكتسب والحفاظ على إنجاز العملية الانتخابية وسير العملية الانتخابية لا سيما في المناطق المحررة وكركوك أيضا وحتى في مناطق كردستان العراق. تعزيز الدور الأممي في العراق لجهة مراقبة الانتخابات سيسهم وفق المعنيين في تعزيز الثقة بين الكتل السياسية بعد إعلان النتائج وتاليا في الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، لأن بعض الأطراف الذين لديهم بعض الشكوك في نزاهة الانتخابات طالبوا بالدور الأممي. الأمم المتحدة في العراق على ما يبدو بدأت فعليا بأخذ دورها الخاص بمراقبة الانتخابات والمساهمة في تنظيمها. اللقاءات المستمرة بين ممثليها وأطياف المجتمع المختلفة قد تكون استجابة لمطالب بعض الأطراف العراقيين بضرورة مساهمتها في الحفاظ على نزاهة الانتخابات. محمد الفهد، بغداد، الميادين. اتهمت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني بليسا جبار فرمان الحزب الديمقراطي بأنه كان يخطط لجعل مدينة كركوك مدمرة على غرار مدينتي الموصل وحلب وفق أجندة خارجية. اتهامات فرمان جاءت ردا على اتهامات مسرور برزاني نجل مسعود برزاني للاتحاد الوطني بأنه سلم كركوك للقوات العراقية، وأضافت أن حزبها أجهض مؤامرة آل برزاني بحسب تعبيرها. فرمان وصفت وجود القوات التركية في أراضي الإقليم بالخيانة من الحزب الديمقراطي الكردستاني.
دعت حركة التغيير في إقليم كردستان الناخبين إلى معاقبة وإبعاد الأحزاب النافذة التي تلعب بحياتهم على مدى سنوات. وقال المنسق العام للحركة عمر السيد علي قال إن إقليم كردستان يمر بظروف عصيبة ولا سيما بعد الاستفتاء الشعبي العام الماضي وما تلاه من أحداث. وأضاف أن حكومة الإقليم فشلت في تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين. وللمزيد ينضم إلينا من بغداد المرشح على لائحة القرار العراقي السيد علي مخلف الدلامي. أهلا بك سيد علي. نسأل بداية عن برنامجكم الانتخابي وإلى أي مدى هو ينسحب على مطالبات الشارع العراقي بالتغيير. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذه القناة على الاستضافة، وشكرا لدور كل المراقبين الدوليين وبالأخص الأمم المتحدة، لأننا نحتاج إلى انتخابات نظيفة ونزيهة في الوقت الحاضر، لأن مرينا في ظروف قاسية صعبة في السنوات الماضية، كان الاختيار خاطئ، كان الناس للأسف غير جادين في خدمة هذا البلد، والآن ضمن تحالف القرار العراقي إن شاء الله في قيادات جيدة جدا، وتمثل في دعامة الأستاذ إسامة الجيحي المحترم والشيخ حميد الخنجر وبعض القيادات التمييزه الان موجوده ضمن تحالف القرار العراقي. يهمنا ضمن هذا التحالف ان تكون هناك انتخابات نزيهه ونظيفه وباشراف الامم المتحده، وهذا ما نصب اليه حفاظا على انجازات هذا التحالف من خلال مرشحيهم ومن خلال اصوات المرشحين التي تاتي ان شاء الله، ونتمنى ان تكون جيده جدا في المستقبل القريب ان شاء الله. لكن في برنامجنا نسعى ان نكون جادين في بناء وطن خالي من المذهبيات، نحافظ على وحدة العراق، نحافظ على قرار العراقي ان يكون وطني داخل القرار، ليس هناك مؤثرات خارجيه على هذا القرار. اتمنى ان تكون وحدة العراق هي الفيصل الحقيقي في هذه الانتخابات. نكون جادين في بناء عراق موحد خالي من التدرجات السياسيه الخارجيه والمؤثرات الخارجيه. اتمنى ان تكون هناك قرار عراقي خالص بعيدا عن المؤثرات اللي قد تحدث في الفترات القادمه، ربما قرارات دوليه تكون مؤثره. قراراتنا في التحالف القرار العراقي يحافظ على وحده العراق. اتمنى ان تكون دوله قويه ذات سياده، بناء مؤسسات قويه رصينه حفاظا على رصانه هذه الدوله من خلال تسخير القضاء العراقي المستقل بعيدا عن التدخلات. نحتاج الى توازن حقيقي في مؤسسات الدوله. نحتاج الى حال الناجحين وتحضيرهم للفتره القادمه ان شاء الله، لانهم الفترات الماضيه تاذوا وتاثروا في بعض التدخلات اللي ظهرت في محافظاتنا من خلال تنظيم داعش الارهابي. الان الحمد لله على مؤثر عواقبها، لكن بحاجه الى بناء دورهم، بناء بيئه حقيقيه للمعيشه لهم. نحتاج في الوقت الحاضر ومن خلال نجاح تحالف القرار في الانتخابات ان تكون هناك تعاون مع واقع السكن، بناء حكومه قويه رصينه، نامل الحفاظ على شعبنا وعلى تواصل شعبنا، نامل ان تكون دور الامم المتحده مهم جدا في مراقبه هذه الانتخابات، لاننا حريصين جدا ان تظهر انتخابات بصوره جيده بعيدا عن التدخلات وبعيدا عن التزوير، ومن الله التوفيق. نعم، طيب انطلاقا من هذا الحديث، كيف من الممكن ان تكون شكل تحالفاتكم ما بعد الانتخابات؟ من الاقرب اليكم في مخص هذه التحالفات ايضا؟ في الفترات القادمه ان شاء الله. نعم. راح يبين امام كل واحد حجمه في الفتره القادمه من خلال الجمهور اللي راح يصوت للقائمه او للكتله. هذه التحالفات احنا في تحالف القرارات نحتاج الى من يكتب طلبات حقيقه، طلباتنا جدا بسيطه وواقعيه من خلال انصاف الناس المعتقلين الابرياء، سعادة النازحين، حفاظا على التوازن العراقي موجود في مؤسسات الدوله بعيدا عن التدخل في القضاء العراقي، بناء دوله قويه مؤسسات هذه يخدم عراقنا ان شاء الله بالمستقبل. لكن في الشق السياسي العناوين الرئيسيه لكم سيد علي لبناء تحالفات ما بعد الانتخابات؟
استحال اولا بناء مؤسسات دوله قويه، دوله مؤسسات بعيدا عن الاحزاب. التوازن الموجود في مؤسسات الدوله هذا مهم جدا، لاننا في الحقيقه كان هناك تهميش واخطاء في الفترات السابقه وما في انصاف في ناخبينا من خلال تعيينات او مؤسسات عسكريه. ثالثا نقول انصاف للناس المحتقله، هناك ابرياء لا زالت تسكن تحتاج الى انصافهم خاصه الابرياء وليس اللي مطلوبين الارهاب. هذا بعيد جدا احنا على هذا التدخل. رابعا مهم جدا عندنا انصاف النازحين، ارجاعهم وتعويضهم واخلاق بيئه اجتماعيه نظيفه نقدر من خلالها نساهم في اعمار هذا البلد. طيب كان هناك معلومات تحدثت حول اتصالات يقوم بها رئيس التحالف مع بعض قادة التحالفات الأخرى لترتيبات وضع ما بعد الانتخابات، هل نستطيع نعرف من حضرتك أكثر حول هذه الاتصالات وأيضا يعني هي مهدت لاجتماعات تقول هذه المعلومات وعن هذه الاجتماعات أيضا؟ نعم هناك اتصالات تحالف القرار العراقي مع بعض الكتل، تحالف رئيس الوزراء بعد عبادي والاخوان التحالف الوطني سواء التيار الصدري او المجلس الاعلى او جماعه سيد عمار الحكيم، ايضا هذه موجوده الان اضافه الى الاخوان في التحالف الصدري السابق. هذه الان الفوضات موجوده وجاهزه الان، ننتظر بس كل واحد ياخذ استحقاقه بالانتخابات القادمه حتى على ضوءها نقدر نبني مستقبل جيد من خلال استحقاقات هذه الفتن والتحالفات لبناء عراق قوي بعيدا عن التدخلات الخارجيه. طيب هل ايضا موضوع تبادل المناصب مطروح ضمن هذه الاتصالات التي يقوم بها رئيس التحالف؟ هذا مطروح في المرحله القادمه حسب التوافقات وحسب الاستحقاقات المطلوبه. ان شاء الله يكون استحقاق التحالف في المرحله القادمه استحقاق يعني يضمن سلام الجمهور وناخبيه ونحافظ على استحقاقات هؤلاء الناخبين من خلال الاجراءات اللي راح تتخذها الكتله في المفاوضات القادمه بعد الانتخابات. طيب الى اي مدى هذا الطرح مقبول لدى كافه مكونات التحالف؟ اكو اتفاقات سياسيه موجوده ضمن هذا التحالف، الان عندنا اتفاقات اخرى مع الاخوان في حرب بغداد والطاعم العراقي اللي يشرفه الاستاذ خير العلاوي، والتحالف الاخر موجود على ضمن السياق المكون السلمي، خلينا نكون صادقين جدا في هذا المجال، المكون السلمي اكو اتفاق سياسي فالتحالف موجود للجنة على محافظه على دوله العراق على تكون على حفاظا على حقوق وامتيازات المحافظة. نعم إذن السيد علي مخلف الدليم المرشح عن تحالف القرار العراقي حدثنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. وفي ميسان يواجه المرشحون صعوبة في إقناع الناخبين، التفاصيل تطلعنا عليها زميلة فاطمة قاسم في هذا العرض. صباح الخير فاطمة تفضلي. صباح الخير لينا، شكرا لك. صعبة وشاقة مهمة المرشحين في ميسان للإقناع الناخبين بالتوجه لصناديق الاقتراع، فالمفتاح الانتخابي الأهم على الإطلاق لإقناع الجمهور في ميسان هو إيجاد حلول حقيقية لخفض معدلات الفقر التي تقارب 30% وتشغيل العاطلين عن العمل وتحديدا الخريجين الجامعيين، حيث ترتفع نسبة البطالة فيها إلى 45% إضافة إلى الخدمات وتثبيت الأمن في ظل صراع العشائر هناك للسيطرة على منفذ الشيب الحدودي مع إيران. المحافظة التي تشارك ب 12% من إنتاج النفط المحلي لم تتخطى نسبة مشاركة ناخبيها في الانتخابات الماضية عتبت 50%، ويجري الحديث في أوساط ميسان عن شراء بطاقات انتخابية تؤهل بعض المرشحين للفوز، وتسود أجواء من أساليب الدعاية غير الشرعية الكثيرة من أروقة الماكينات الانتخابية لا تقف عند حد شراء الهدايا الانتخابية. عدد المرشحين للانتخابات من ميسان بلغ 108 مرشحين بواقع 81 مرشحا و27 مرشحة موزعين على 5 تحالفات وحزبين لشغل 10 مقاعد عن المحافظة، فيما يناهز عدد الناخبين نصف المليون.
تتنوع أعداد المرشحين على القوائم 20 مرشحا لتيار الحكمة الوطني، ائتلاف دولة القانون 19 مرشحا، ائتلاف النصر 17 مرشحا، حراك الجيل الجديد 7 مرشحين، وائتلاف الوطنية 5 مرشحين. وسط حالة التململ من أداء المرشحين، حظوظ المرشحات قد تتعزز. المرشحة عن ائتلاف النصر في المحافظة سهام العقيلي أوضحت أن شيوخ العشائر أعلنوا مرارا أنهم يعتمدون على دور المرأة في تحقيق التغيير وتقديم الخدمات، وترشيح المرأة وانتخابها بات مسألة مقبولة ضمن القرى والأرياف، ولم تعد تواجه الضغوط التي كانت تواجهها سابقا. هل سيقبل ناخبو ميسان بعنوان مكافحة الإرهاب في البرامج الانتخابية أم يرجحون كافة الإصلاحات والخدمات عليها؟ الجواب رهن عملية الفرز. عودة إلى دينا. شكرا لك فاطمة. للناي ونا، هكذا يقول مروان عازف الناي وصانعه، يعشق تراث بلاده الموسيقي فينشر أنغامه أينما حل. شاب من أهالي محافظة ديالى يزور بغداد كل يوم جمعة، في يبث ألحانه في شارع المتنبي ويبيع آلته. لنتابع في الشناشيل. اتوجه لهذا المكان كل جمعه صباحا، ابيع حنايات طلع بيه هواء وتقوم تقسم بيه. شو السعر اخذ؟ 5 حبيبي. المواطن اللي يشتري الناي ما يشتري الا يسمع الناي، اما اللي يذوق يلا يشتري. فعل مع الناي، كل ناي ويعطي مقام، بيات حجاز صبا. هذا الصوت همين يسمعه من ناظم الغزالي، ميحانة انه يعني 15 متر ويجوني. هاي انت؟ اقولهم ايه. يقول لا مو اني. يقول لا انت بس اعزف لنا. يقول لي والله انت يشترون هذا الناي. يسمعون مثلا ناظم الغزالي يعني شيء عظيم. أني مروان جبار قدوري، بيتنا في بعقوبة محافظة ديالى، ومخلص أني ما حد فينا. كهواية يعني من صغير تعلمت الناي شوية شوية، فانضميت بفرقة تابعة فنون جميلة يعني. يعني من زمان انه ابيع النايات هنا في شارع المتنبي كل جمعه، ونروح همين المنصور العصريه بسطيع عندي هناك. بهذا نختم نافذة العراق من الانتخابية والتي نتابعها وإياكم من تونس مع الزميلة رانا أبي جمعة، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدين مجددا إلى الانتخابية والتي نستأنفها من تونس، حيث ينطلق الاقتراع اقتراع الأمنيين غدا. قال الأمين العام للتيار الشعبي في تونس زهير حمدي في حوار مع الميادين أن تونس يجب أن تتجه إلى مجموعة دول البريكس، ولا سيما أن هذه المنظومة ليست لها مصالح استعمارية. احنا في هذا المؤتمر وجهنا هذا النداء وقلنا أن تونس عليها أن تتجه شرقا. شرقا يعني أن البريكس التي تمتلك قوة جبارة، 27% من ناتج العالمي الخام بيد هذه الدول، تمتلك بنك تنمية ب100 مليار دولار، تمتلك صندوق مشترك يعني للنقد ب100 مليار دولار. نعم. فاق البنك الدولي. هذه الدول الخمسة، دول البريكس الخمسة، ليست لها شروط وليست لها
مطامع استعمارية ولا تاريخ استعماري. نعم. البرازيل أو جنوب أفريقيا أو الصين أو الهند، ما هو الماضي الاستعماري لهذه الدول وتتعامل مع شعوب الأرض ومع شعوب العالم ومستقبل الاقتصاد العالمي في هذه الدول، تتعامل مع الدول على أساس المصالح المشتركة، ولكن هؤلاء جزءا من منظومة لا تقبل تلك المنظومة. وأضاف حمدي أن ما يحدث اليوم هو صراع قوى تقدمية وطنية ومناهضة لمشروع الهيمنة الذي يراد فرضه على المنطقة العربية، وقد بدأ بالمجاميع الإرهابية التي أرسلت إلى سوريا والعراق وليبيا. احنا لنا رؤية أن ما يحدث اليوم هو صراع بين قوى وطنية تقدمية مقاومة لمشروع الهيمنة الذي يراد فرضه على المنطقة العربية. هذا المشروع الذي يراد فرضه على المنطقة العربية له يعني أدواته المتعددة، بدءا من المجاميع الإرهابية التي وظفت لتدمير ليبيا وتدمير سوريا، مرورا بالأنظمة الخليجية التي ضخت المليارات من أجل إسقاط ليبيا ومحاولة إسقاط سوريا ومن أجل إسقاط وتدمير العراق ومن أجل أيضا تدمير اليمن، هذه شريكة أيضا في العدوان، وكذلك الكيان الصهيوني الضلع الثالث، ومن خلف هؤلاء جميعا الولايات المتحدة الأمريكية كراعية لهذا المشروع. حمدي أكد أن ما يحاكى للمنطقة هدفه تمرير صفقة القرن ومشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تسوق لهما السعودية، وأن سوريا إذا قدر لها وتعافت وخرجت من هذه المحنة سوف تكون هي قاعدة النضال القومي العربي، وسوف تسترجع الدور التاريخي الذي لعبته مصر في الخمسينات فترة عبد الناصر، لأن الهزيمة التي مني بها العدوان الثلاثي الذي حدث في الأسبوع قبل الماضي على سوريا نشبهها هذه اللحظة بلحظة 56. لحظة 56 هي التي خلقت حركة التحرر العربية، وهي التي أطاحت بالأنظمة الرجعية في العراق وفي ليبيا وفي كثير من الدول. نعتقد أن اللحظة هذه شبيهة جدا بلحظة 56 مع اختلاف الزمن، ولكن أعتقد أن الذي يعني يدبر هذا كله والذي أحيك ضد هذه المنطقة وضد هذه الأمة، الهدف الرئيسي في نهاية المطاف واحد، ما هو؟ هو تمرير مشروع الشرق الأوسط الكبير وتمرير صفقة القرن الذي تسوق له السعودية اليوم، وهذا لن يمر إلا بإسقاط آخر قلعة من هذه القلاع التي ربما حتى في وجودها الرمزي لا يمكن أن يمر هذا المشروع، وهي سوريا. أقر الكاتب العام في الجامعة العامة للتعليم الثانوي باتحاد الشغل الأسعد اليعقوبي في تدوينة له على صفحته الخاصة على الفيسبوك بالخسارة. اليعقوبي عبر عن تفهمه حجم غضب المدرسين وإحساسهم بالإحباط والمرارة بعد رفع حجب الأعداد التي وصفه بالصعب، لكنه اعتبر أنه قرار سليم بعد التطورات الأخيرة وفق تعبيره، داعيا المربين إلى الوحدة واللحمة. يشارك غدا الأحد نحو 36 ألف عنصر أمني وعسكري في الانتخابات البلدية في عملية الاقتراع تعد الأولى في تاريخ تونس. رئيس هيئة الانتخابات محمد تليل المنصري أفاد بأنه لن يتم تعليق قوائم الناخبين من الأمنيين والعسكريين في مراكز الاقتراع، وسيجري خلط أصوات الأمنيين والعسكريين مع باقي الناخبين يوم 6 أيار مايو المقبل. يأتي ذلك لضمان عدم الاطلاع على محتوى تصويتهم، كما لن يستعمل الأمنيون والعسكريون الحبر الانتخابي لدواع أمنية. في المقابل دعت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي كل الأمنيين في جميع الأسلاك من حرس وشرطة وسجون وأصلاح وحماية مدنية إلى عدم المشاركة في الانتخابات البلدية المخصصة لاقتراع الأمنيين والعسكريين. مجلس نواب الشعب صادق على مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية في ظل ترحيب سياسي واسع، قانون يعد بمثابة دستور صغير يضبط صلاحيات البلديات والمجالس المحلية. تقرير مراد الدلنسي. بعد أسابيع من المناقشات صادق مجلس النواب على قانون الحكم المحلي،
قانون يمثل الإطار المرجعي لعمل المجالس البلدية التي سينتخبها التونسيون في السادس من أيار مايو المقبل، ويتضمن نحو 400 فصل تجعل من البلديات أشبه بحكومات مصغرة محلية تتمتع باستقلالية وصلاحيات واسعة. نحن في هذه التجربة هي إذا كان نحكيه على تنمية، نحكيه على ثقافة جديدة، هذه أكثر حاجة ممكن تحقق التنمية، لأنه قبل ماذا يصير؟ أن أنت تقترح على مستوى مجلس محلي، ثم مجلس جهوي، ثم على مستوى القرار في تونس يقع قبول بعض المقترحات. اليوم أنت من ستقرر ذلك وأنت من ستنفذ ذلك. رغم ذلك، فقد وضع هذا القانون إطارا زمنيا لانتقال بعض الصلاحيات إلى البلديات يصل بعضها إلى 30 سنة، فالقانون قد يصطدم بعوائق تقنية أو مالية أو إدارية تحول دون تطبيقه، بل أن المعارضة تتحدث عن أنه في ظل الوضع السياسي الراهن قد يبقى هذا القانون حبرا على ورق. الصعوبات باش تكون أساسا في العقليات متاع الدولة المركزية ومتاع النزعة التسلطية، إذا كان فما صعوبات باش يشهدها تطبيق هذا القانون، ربما بعض الإدارات التونسية تتمسك بصلاحيات المركزية، ربما أيضا بعض العقليات في أحزاب الائتلاف الحاكم خاصة أيضا ستحاول التمسك بصلاحيات الأحزاب وصلاحيات الحكومة والسلطة المركزية. المصادقة على القانون لاقت ترحيبا واسعا، فرئيس الحكومة يوسف الشاهد هنأ الشعب التونسي بما اعتبره إنجازا مهما، قانون من المتوقع فيما لو تم تطبيقه أن ينعكس إيجابا على حياة المواطنين اليومية. قانون الحكم المحلي الجديد يعد حسب متابعينا من أهم القوانين التي تمت المصادقة عليها في السنوات الماضية، فهو يؤسس لمنطق جديد في إدارة الشأن المحلي لم تعرفه تونس منذ استقلالها. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. وينضم إلينا مراسل الميادين في تونس عماد شتار. عماد، يعني أنطلق معك من تقرير الزميلة مراد الدلنسي حول يعني الجماعات المحلية وإقرار هذا القانون. البعض يعتبره خطوة مضيئة يعني قبل الاستحقاق البلدي، لو تضعنا ربما في تفاصيله وأهميته في هذه المرحلة. نعم، هو كذلك، ويعتبر هذا الإنجاز يعني دليلا إضافيا بأن تونس قادرة على حل أزماتها عبر آلية الحوار ولا خيار بديلا عن الحوار. أحلك الأزمات تجاوزتها النخبة السياسية في تونس عبر الحوار، وهذا مشروع مجلة الجماعات المحلية كانت تحوم حوله العديد من الخلافات، وهناك أيضا العديد من الأحزاب السياسية التي كانت تعارض سن هذا القانون تخوفا ربما من تجربة لا مركزية وما قد تفضي إليه، تخوفا من سيناريوهات الفشل. الفصول الخلافية أو التي حام حولها الجدل يعني تم تجاوزها في إطار لجنة التوافقات بإيجاد صيغ يتوافق حولها مختلف ألوان الطيف السياسي في تونس. المجلة رغم أن مناقشتها بدأت بشكل متأخر، إلى أنهم تمكنوا وفي ظرف قياسي على إيجاد مناخات التوافقات وإقرارها قبل يعني انتهاء الحملة الانتخابية. بالتالي تونس بعد إقرار هذا القانون تأكد بما لا يدع أي مجال للشك بأننا نذهب نحو تجربة لا مركزية، وبأن هذه الانتخابات المحلية لن تكون بالصيغة السابقة في إطار مركزية الحكم. صحيح أن اللامركزية سيتم تطبيقها بشكل تدريجي، ولكن هي خطوة أساسية. الإشادة إزاء سن هذا القانون كانت من رئيس الحكومة الذي اعتبر أن هذه خطوة هامة في إطار تطبيق الديمقراطية التشاركية. وبالنسبة لنائب رئيس حركة النهضة الشيخ عبد الفتاح مورو قال بأن سن هذا القانون كان في إطار تغليب صوت الحكمة والعقل والرغبة في العمل الجماعي من مختلف ألوان الطائفة السياسي. نحن اليوم مقبلون على تجربة لا مركزية، والإطار التشريعي متوفر، ولابد من أن تكون الرسائل التي يوجهها المنتخبون في فترة لاحقة مشجعة نحو إنجاح هذا التحول ربما النوعي في تسيير سياسة الحكوميات المركزية إلى محليات لا مركزية. نعم،
نعم عماد، اسمح لي ان انتقل معك يعني من خطوه يعني اقرار قانون الجماعات المحليه الى خطوه لا تقل اهميه بخصوص اقتراع الامنيين والعسكريين غدا. هذا الاقتراع سوف نشهده لاول مره في تونس، وهذا يعني خطوه جد مهمه في هذا الاستحقاق البلدي. ولكن هناك دعوات من قبل نقابات امنيين تدعو الى المقاطعه، هل يمكن لنا ان نفهم يعني ما هو هذا الجدل المصاحب ليوم اقتراع غد؟ نعم، هناك نقابة قوات الأمن الداخلي دعت إلى مقاطعة هذا الاستحقاق الانتخابي، وهي إحدى النقابات من بين العديد من النقابات الأمنية، بالتالي المقاطعة لن تكون شاملة، هذا ما نتوقعه. التحرك في مثل هذا التوقيت الذي تبذل فيه الهيئة جهودا لحث الأمنيين والعسكريين على المشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق هو محاولة لرفع الصوت، لأن القانون الانتخابي وأوامر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان أساسا منع الأمنيين من المشاركة في الحملات الانتخابية، وهذا أمر مبرر ونتفهمه. وأيضا الأمنيون يحاولون لفت أنظار السياسيين بأن لديهم مشروع قانون حماية الأمنيين الذي يقع في رفوف مجلس نواب الشعب ولم يقع البت فيه إلى الآن. استحقاقات المجلس بالنسبة لقوانين الجماعات المحلية كانت ذات بعد أولوي من هذا القانون، كما أن مشروع قانون حماية الأمنيين لا يزال يحوم حوله جدل. هناك من يعتبره يعني بمجرد سن قانون يحمي الأمنيين ضد كل التجاوزات التي قد يرتكبونها، وربما يؤسس لنوع ما من الإفلات من العقاب. القوانين الموجودة حاليا قد توفر الحماية للأمنيين ولعائلاتهم إن ثبت وجود تهديد إرهابي أو يستهدف أمن أحدهم. هذا الاستحقاق حام حوله الجدل في السابق من أحقيتهم في المشاركة من عدمه، وبعد تحركات شديدة كان هناك دعم سياسي لمطالب الأمنيين بالمشاركة في هذا الاستحقاق. نتوقع أن العديد من الأمنيين سيحاولون المشاركة بفاعلية وبإيجابية في هذا الاستحقاق الذي يعد بالنسبة إليهم مكسبا هاما. نعم رأي. نعم عماد، يعني انتقل معك الى ملف اخر، يعني وقد طغى يعني على اجواء الانتخابات في الفتره الماضيه، وهو ملف التعليم او ازمه التعليم. يبدو بان هناك قرار يعني نقابه الثانويه بالتراجع عن يعني المطالب السابقه، وهناك يعني اعاده للامداد بالاعداد التي حجبت. كيف يمكن ان نفهم ما جرى برغم ان المفاوضات يعني لا نشهد مفاوضات قد انطلقت يعني حتى الساعة؟ ما جرى هو بكل بساطة أن المربين التزموا، ونقابة التعليم الأساسي التزمت بتعهد قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلة في السيد نور الدين الطبوبي بإنجاح السنة الدراسية وبعدم يعني الذهاب في اتجاه أن تكون هذه السنة بيضاء. هذا وعد كان قطعه السيد نور الدين الطبوبي وتعهد بذلك، وهو الآن يوفي بوعده. قرار الهيئة المركزية كان واضحا بإعادة أو مد الأعداد بالنسبة للإدارة ووقف تعليق الدروس. الدروس استؤنفت، واليوم النقابة التعليم تطالب الأساتذة بمد الإدارة بالأعداد لاستكمال كل استحقاقات نهاية العام الدراسي من نتائج ومناظرات وطنية. وبالتالي المفاوضات التي بدأت بشكل دعنا نقول محتشم ستتواصل وربما ترحل إلى بداية السنة القادمة. ترحيل الأزمة لا يعني الرجوع عن المطالب، ولكن يعني حلحلتها زمنيا حتى يقع إنجاح هذا الموسم الدراسي. هنا حينما يتعلق بالمصلحة الوطنية وبمصلحة كل الأسر التونسية، على الجميع أن يقدم تنازلات بما في ذلك المربون. نعم رأي. شكرا جزيلا لك عماد شارة، وأنت مراسل الميادين في تونس على كل هذه المعلومات. أعلن وزير الشؤون الدينية في تونس أحمد عظوم أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت أنه استغل ووظف المساجد للدعاية الحزبية في الحملة الانتخابية لبلدية العام 2018. تشهد مدينة قفصة التونسية تصاعدا ملحوظا لجهة الحملات الانتخابية. القوائم المتنافسة تتفق على ضرورة إعادة المدينة إلى حركتها الفكرية المعتادة. تقرير بلال مبروك.
قفصة وفية لتاريخها، المدينة الممتلئة زخما بحراك سياسي ونقابي تغرد خارج سرب بقية المحافظات في استقبال الانتخابات البلدية. جل الأحزاب تلقي بثقلها الانتخابي هنا. تعددت برامجهم وتنوعت، لكنها توحدت على نقطة انتخابية أساسية واحدة، وهي رد الاعتبار إلى أكبر المدن التونسية الجنوبية. بالنسبة لمدينة قفصة، هي معروفة عليها وان هي مدينة معناتها متحضرة برشا، معناتها في الضربة في القدم في الأمور السياسية وكل شيء. خيرنا وان نكون معناتها النشاط بتاعنا في وسط البلاد. قفصة التاريخ، قفصة الأصالة، مدينة معناها تاريخية عندها أكثر من 3000 سنة حضارة. نحب نقدموا حماسنا، نحب نعدوه الجماهير ونعدوه لبلديتنا باش نخدموا بلادنا ونعدوه للاعتبار في بنيتها التحتية المهترئة. دائما ما تخالف قفصة التوقعات في الاستحقاقات الانتخابية، فهي المحافظة الوحيدة التي مكنت اليسار من مقعدين في برلمانيات 2014، ما يؤكد أن مزاج ناخبيها يتجه صوب مطالب اجتماعية ذات صبغة تحديثية تتوافق مع تاريخ المنطقة المثقل بحركات الاحتجاج ذات الأفق التحرري التقدمي. المكانة هذه ما تسحقش خلاص، فهمتني؟ تسحق مكانة ما أرفع، فهمتني؟ نورمالمون راهي أعز ولاية. المسرح سواء موزيكا ولا مسرح تولدوا في قفصة، هذه معناتها الأرض نتاعهم. أما تو معناتها ما فماش، معناتها ريت شنية فنوهم، معناتها شيء شوي شوي، معناتها عرفتك الموت البطيء. تحمل هذه الساحة اسم الشهيد الأزهر الشريطي، الذي وصفته بعض كتب التاريخ بالمقاوم العروبي الشرس من تونس إلى فلسطين وصولا إلى الجزائر، فيما وصفته كتب أخرى بقائد مؤامرة ضد نظام الراحل الحبيب بورقيبة. ما ينتظره أهالي قفصة من المجالس البلدية الجديدة هو إنصاف مدينتهم وإلحاقها بركب العدالة الجهوية تاريخيا وتنمويا. ارتبطت قفصة بالمحطات السياسية المفصلية التي شهدتها البلاد منذ الاستقلال، فهي عبارة عن فسيفساء فكري وسياسي ونقابي يعبر بوضوح عن المزاج الانتخابي المتنوع لمنطقة الجنوب التونسي. بلال مبروك، قفصة، الميادي. مشاهدينا، ينضم إلينا في هذا النافذة السيد نجم الدين عكاري، وهو رئيس تحرير جريدة الأنوار. بداية أهلا بك سيد نجم الدين. أبدأ معك يعني سيد نجم الدين، من المناطق الداخلية إلى أي حد يعني هذا الاستحقاق البلدي يعني الذي رأينا فيه إقرار للامركزية من خلال إقرار قانون الجماعات المحلية قد يعود ليفعل التمييز الإيجابي المنصوص عليه في الدستور؟ من ناحية القانونية قد يكون ذلك جائزا، وهنالك أمل بتحسن الوضع، خاصة هنالك هذا البند في الدستور الذي يتحدث عن التمييز الإيجابي، لكن على الميدان قد يكون صعبا في السنوات الأولى تحقيق هذا الهدف السامي جدا، باعتبار أن هنالك بعض المعوقات التي قد تحول أمام هذه الواجهة البرقة، باعتبار ضعف الإمكانيات المالية، غياب التأطير داخل هذه الجماعات المحلية أو البلديات أو المجالس الجهوية التي سيتم انتخابها في وقت لاحق. أيضا هنالك في المدن الدواخل العديد الصعوبات الاقتصادية أكثر من المدن الكبرى، هنالك نسبة بطالة مرتفعة جدا، هنالك الفقر أيضا مرتفع، هنالك شبه صعوبة، أغلب البلديات أو المجالس المحلية هناك تعاني من مدونية عالية ومن عدم القدرة على تعبئة الموارد المالية والجيبية المحلية. أيضا هناك غياب الإطارات التي ستشرف على تعبئة هذه الموارد وعلى الحوكمة الرشيدة وعلى توزيع، هي سلطة قرار مهمة جدا بالنسبة للمواطنين، التي تخرجهم من مجرد ناخبين عاديين إلى مواطنين كاملي المواطنة، باعتبار أنهم سيشاركون في القرار الذي هم الجهة وكيف تصريفه وكيف تعيينه. لكن هنالك هذه الصعوبات التي ستطل برأسها خلال السنوات الأولى إلى أن يتأهل المواطن. أمام خطوة أولى يعني بمسار طويل، متى يمكن أن نرى يعني تفعيل فعلي على أرض الواقع لهذا القانون؟ هو برأيك؟ لا، لما أقول هذا يعني القانون سيفعل عندما هناك معوقات يعني اقتصادية على الميدان. نعم،
نعم هذا الميدان، هذا الانتقال من الحكم المركزي إلى الحكم المحلي سيكون طويلا، تتطلب بعض الجهات إلى تأهيل المواطن بحد ذاته وتأهيل الإطارات وأيضا تأهيل المجالس البلدية وتحسين قدرتها المالية، باعتبار ليس سهلا تجميع هذه الأموال لدى المواطنين ولدى المؤسسات. نعرف أن مدن الدواخل فيها نقص من المؤسسات ومن الهياكل التي تدفع الضرائب وتعبئ ميزانيات هذه البلديات التي ستجد نفسها عاجزة عن توفير والقيام بأدوارها وبممارسة صلاحياتها اللي أعطتها المجلة وأيضا الدستور في فصولها العديدة التي دعت إلى الحكم المحلي أو الديمقراطية التشاركية التي هي في أصلها طريقة جد طيبة لتحقيق القرب وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم. هنالك بعض التخوفات أيضا من بالتخوفات من إحياء النعرات الجهوية أو هل هذه واردة سيدة؟ نعم واردة باعتبار في أي مناطق بالتحديد؟ في المناطق الجنوب وأيضا في مناطق الشمال الغربي، نعرف أن هنالك بعض النعرات الجهوية تستيقظ أحيانا في بعض الخلافات، ورأينا حتى بعد الثورة ورغم 60 سنة عن حكومة دولة الاستقلال وعن كل ما أتت به، لكن هنالك أحيانا بعض النعرات الجهوية وبعض الخلافات المحلية التي تظهر من حين إلى آخر، سواء بالنسبة للأراضي الاشتراكية أو حتى لطريقة العمل أو طريقة الانتداب، وخاصة في الجنوب الغربي رأيناها في شركة الفوسفات وفي غيرها عند الانتدابات هنالك نعرات عروشية، بعض ليست كبيرة ولكن هنالك أيضا محليات، نراها أيضا في الانتخابات، لا يتم الانتخابات على أساس كفاءة المترشح أو المنتخب، لكن أحيانا هنالك تدخل عائلي أو قبلي أو عروشي، رغم أن ذلك انتهى وليس هنالك ما يدل عليه إلا في الميدان أحيانا. وربما هذا ما لا يتمناه يعني أحد في نعم. تونس. يعني أفهم منك يعني بأن لن نرى في يعني المدى المنظور انعكاسات يعني هذا القانون، قانون الجماعات المحلية، نظرا يعني للأوضاع الاقتصادية، ولكن هل يمكن أن نرى انعكاساته ربما على الجانب الثقافي؟ نحن نعلم يعني بأن المناطق الداخلية أيضا تفتقر للنشاطات الثقافية والنشاطات الفكرية، هل يمكن أن نرى يعني أقله انعكاس في هذا الجانب؟ نعم سيكون له انعكاس اقتصادي واجتماعي وتنموي، لكن على المدى البعيد نوعا ما يعني حتى فيما خص الثقافة، في نصف الثقافة لا، هو الثقافة من الآن هنالك أنشطة فكرية وثقافية ومهرجانات تتم وتقوم بها المندوبيات الجهوية، تبرمج بنفسها أنشطة حسب ما تريد وحسب ما يراه مواطنو تلك الجهات، هنالك سياسة القرب في التعيين البرامج والمهرجانات الثقافية، هنالك عديد المهرجانات وهنالك عديد النتوات الفكرية في كل المجالات الثقافية من سينما وشعر وأدب وقصة وبما يخص مهرجانات الأطفال وغيرها تتم برمجتها في الجهات بدعم من السلطة المركزية من وزارة الثقافة، لكن هنالك نشاط فكري كبير يمارس وخاصة في العطل المدرسية وغيرها في المسرح في السينما، رغم غياب أحيانا البنية الأساسية اللازمة لذلك من دور شباب ودور ثقافة ومسارح، لكن في الفترة القادمة عندما تتوفر الإمكانيات المالية التي هي عماد كل تنمية وكل تطوير في الجهات الداخلية فإن الوضع سيتحسن، وأنا مساند ومدافع جدا عن هذه الحكم المحلي والحكم الجهوي وحتى الإقليمي وحتى تكمين الجنوب. نعم وأنا أصيل للجنوب أيضا، لكن هذا سيتطور عندما تستقر البلاد أكثر، نحن في 8 سنوات رأينا 8 حكومات نعم. ورأينا اختلافات في التسيير، لكن عندما يأتي الحكم المحلي وتتوفر الإمكانيات المالية وتستقر البلاد ورغم صعوبة ومرارة الانتقال من الحكم المركزي إلى الحكم المحلي، لكن أنا متفائل جدا بهذا. صحيح أنا أستفيد منك سيد نجم الدين، ولكن سريعا يعني وزارة الشؤون الدينية في تونس حذرت من الانخراط في هذا الاستحقاق ويعني يعني والإبقاء يعني بعيدا، هل مبدأ الحياد محترم حتى الساعة برأيك يعني في هذا الاستحقاق سريعا؟ هو محترم لكن بشكل نسبي، رأينا بعض الوزراء الذين ينتمون إلى الأحزاب الحاكمة ينزلون إلى الشوارع ويساندون منتخبيهم في عديد المدن، رأينا رئيس الحكومة ذاتها نزل إلى الشارع يوم الأحد الماضي، ورأينا عديد الوزراء الذين ينتمون أيضا حزب نداء تونس الحاكم جعل مسؤولين جهويين مشرفين على هذه الانتخابات المحلية وأغلبهم من الوزراء الحاليين الذين يعملون، وهنالك نقد من بعض الأحزاب المعارضة لهذه الظاهرة ويرون أن الحياد
تم المس به، خاصة بالنسبة للمسؤولين السياسيين. نعرف أن الأئمة تم إعفاؤهم خلال هذه الفترة، نعم كانوا مترشحين لهذه الانتخابات للوزارة، أعفتهم من الإمامة، لكن المسؤولين السياسيين في الحزبين خاصة الحاكمين رأيناهم ينزلون إلى الشوارع ويساندون قائمات أحزابهم. شكرا جزيلا لك سيد نجم الدين العكري، وأنت رئيس تحرير جريدة الأنوار. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، مهنة جني التمور تعد من أصعب المهن، وتحديدا في مدينة توزر التي تشتهر بامتداد غابات النخيل. عن هذا المهنة يحدثنا علاء في فقرة أولاد البلاد من تونس. بالله يا شمس لا تتركينا. أي تعلمت نشوف عندي أخويا أكبر مني وعندي بابا، نتعلم نشوف معناتها، ولد بشوي بشوي حتى ولد نطلع، حتى ولد معناتها كنت ما نقدش نقطع، حتى ولد نقد ندخل للنخلة الفوق نطلع نقطع العرجون ونمده كما شفتو قبيليكا وكاو. مهنتي معناتها نخل فلاح، مهنتي في النخل قطاع، هذه مهنتي في الخدمة أنا، وما عندي وين نمشي معناتها، كالخدمة ذي كل يوم نخل معناتها كيفكا. متعرض لأي خطر ومتعرض لأي حاجة معناتها شوك، و باش نعود نشد السقا الخضراء معناتها قدر الله تتنح بيا نجي اللوطة صايا معناتها نعيش سقاط معناتها ما فمش قرانتي ما فم حد شيء معناتها. ومع فقرة أولاد البلاد نصل إلى ختام هذه النافذة من تونس، وأيضا إلى ختام الانتخابية. الموعد في الانتخابية يتجدد غدا، إلى اللقاء.